لا يشك المسلمون في هذا أنه كلام الله منزل غير مخلوق. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب. تنزيل الكتاب من الله، قل هو منزل من ربك بالحق. فالله جل وعلا وصفه بأنه كلامه حتى يسمع كلام الله وما أبلغه مأمنه. يريدون أن يبدلوا كلام الله، وصفه بأنه كلامه وأنه هو الذي أنزله، هو الذي أنزله. أما الأشاعرة فيقولون إنه مكتوب في اللوح المحفوظ، وإن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، هذا قول باطل. فإن جبريل لم يأخذه عن اللوح المحفوظ، وإنما أخذه عن الله عز وجل. نعم هو مكتوب في اللوح المحفوظ، قال تعالى: إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني القرآن إنه مكتوب في اللوح بلا شك. لكن جبريل لم يأخذه عن اللوح كما تقوله الأشاعرة، وإنما أخذه عن الله جل وعلا. فينبغي معرفة هذا، لأن هذا مذكور في عقائد الأشاعرة. وقد رد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على هذا القول برسالة مطبوعة، وهي أيضا مع فتاوى، برسالة سماها: الجواب الواضح المستقيم في كيفية نزول القرآن العظيم. رد على هذا القول وأبطله، لأن القول بأنه أخذه من اللوح المحفوظ وسيلة إلى أنه مخلوق، أن الله خلقه في اللوح المحفوظ كما تقوله الجهمية، فهذا مأخوذ من قول الجهمية، فهو قول باطل. أحببنا التنبيه عليه.